عبر www.nbn.com.lb. مشاهدينا فيكم تتابعوا كل حلقاتنا. وبهذه الفقره بسرني وبشرفني استضيف ضيفتي لارا تمساح شاكر، منسقه تنفيذيه في مركز سرطان الاطفال Children Cancer Center. بدي رحب فيكي وأهلا. صباح الخير لارا، كيفك؟ صباح النور ويعطيك ألف عافية لارا، دايما على الجهود اللي عم بتقوموا فيها فردا بمركز سرطان الأطفال. بداية لمحة سريعة عن المركز، علما أنه هو بالغنى عن التعريف ولكن مهم من فترة لفترة، مثل ما نشاطاتكم كتير كبيرة بطرق التبرع الكتيرة، خلينا نعرف شوي عن المركز نذكر الناس وين صرنا، نسبة النجاح قد ايه عم بتصير للعمليات وكل هذه الأمور. أكيد، مركز سرطان الأطفال بلبنان هو مركز اقليمي رائد بعلاج الاطفال المصابين بمرض السرطان مجانا. يعني كل طفل عندنا بالمركز بيكون عم يتعالج من دون اي مقابل على الاهل. من 2002 لحديث اليوم قدرنا نعالج اكثر من 1000 حاله، وقدرنا نقدم اكثر من 4000 استشاره طبيه للاطفال، اكيد مجانا من دون اي مقابل على الاهل، وبنسبه شفاء كثير عاليه. نسبه الشفاء بتوصل ل 80%، واوقات ب certain cases مثل اللوكيميا سرطان الدم توصل لل 92%. هذا الشيء بخلينا دائما عندنا امل بالمركز انه بدنا نكمل هالمهمه اللي عندنا. بس اكيد بما انه الاطفال بيتعالجوا من دون اي مقابل على الاهل، مهمه المركز هي تامين التبرعات طبعاً. وهذا الشيء نحن ما فينا نعمله لوحدنا، نحن اتكلنا الكلي على المجتمع، لانه البادجت السنويه تبعتنا توصل ل 15 مليون دولار، والولد الواحد بكلف 50,000 دولار بالسنة الواحدة، وبيبقى عم ياخد العلاج من سنة لثلاث سنين بالمركز عنا. يعني هذا اكبر دليل قديش دائما بتضلكم نشاط دائم طبعا، ذكرت لانه الكلفه كثير كبيره وكمان حمل كثير كبير عليكم. يعني انا بدنا نضلنا نشجع الاشخاص اللي بيساعدوا وايضا اصحاب الايد البيضاء لانه بتتكلوا عليهم طبعا، وايضا مش مقصرين. يعني انتم كمان في اشياء كثير عديده بتعملوها لخدمه الناس، هم بيستفيدوا وبنفس الوقت عم بيكونوا بيفيدوا. اكيد، يعني هيدي كمان نقطه حلوه طبعا. اكيد، هو بالاخير العطاء هو شيء كثير، شعور كثير حلو، وبحس الانسان ساتسفاكشن لانه اليوم هو صح عم يعطي غيره، بس عم بحس انه هو عم يقدر كمان بالمقابل ياخذ هالفرح او هالشعور بانه هو قدر يساعد شخص ثاني. واليوم مثل ما حضرتك ذكرتي انه نحن بنتكل على اصحاب الايادي البيضاء، مزبوط، لانه لوحدنا ما فينا نقوم بمهمتنا طبعاً. والاطفال بالمركز هن بحاجه لمساعده الكل. فنحن مثل ما قلتي عنا عده برامج لجمع التبرعات، بتبلش من التبرع الشخصي اللي فيه كل واحد منا اليوم يتبرع، يا اما يجي لعنا على المركز او عبر البنك او اونلاين يروح يتبرع باي مبلغ هو بيقدر عليه. وكمان في يكون عم يتبرع بشكل شهري اللي هو عبر برنامج امنح الامل، هو بيقدر يشترك بهالبرنامج ويكون عم يتبرع بالمبلغ اللي هو بده اياه شهريا، وهذا الشيء بامن دعم دائم للمركز. واكيد عندنا عدة برامج أخرى، بس اليوم جايين نعرف على برنامج جديد أطلقناه لأنه نحن دايما منجرب نوصل لكل العالم ونسهل على العالم طرق التبرع. اليوم طلعنا بفكرة كتير حلوة وشراكة مع تاتش، شركة تاتش اللي هي اسمها لايت كاندل. اليوم كل واحد، كل شخص عنده تليفون التاتش بيقدر يكون عم بيتبرع مجرد ما انه ينزل ابلكيشن لايت كاندل. الفكرة انه اليوم كل واحد منا مش بس بيتبرع للولاد ماديا، كمان بيصلي للولاد وبيدعيلهم، بيذكرهم بدعواته. طريقة كتير حلوة انه بيقدر كمان يضويلهم شمعة على التليفون تبعه، بهي بالابليكيشن بيقدر يكون مجرد ما انه يشترك بهيدي الاب وهي على التليفون صحيح، بيضوي الشمعة وبيقدر يتبرع من دولار لعشرين دولار شهريا. والشمعة هي بتدور وبترجع بتطفي بعد شهر وبتذكره للشخص انه صار وقت صحيح، صار فيك ترجع تتبرع مرة تانية.
فطريقه كثير حلوه وجديده لانه الشخص يكون عم يساعد بطريقه دائمه ودائما في تذكير للناس. يعني انت حامله هيدا التليفون الشمعه موجوده لها عدة رسائل الشمعه، يعني حتى هالاطفال الصغار هن شمعه ولازم ان شاء الله يا رب تضلها مضوايه. يعني كانت عن جد حركه كثير حلوه. كمان تاتش انه ابلكيشن بتنزل على اي تليفون نحن بنقدر ننزلها، هي ابلكيشن تاتش. بالابلكيشن جوا موجوده لايت كاندل. بدنا خلينا نتعرف على هيدا التقرير سوا نحن والمشاهدين ونكمل بالفكره، خلينا نشوفه سوا. The Children's Cancer Center of Lebanon treats hundreds of kids completely free of charge. It survives on donations. How can Touch use its community of 2.2 million to bring in a constant flow of donations? We built a donation platform into the Touch self-care app. All Touch users need to do is download the Touch app and tap to donate. The money is subtracted from their Touch accounts or prepaid credit and goes straight to CCCL. Each donation lights a digital candle that slowly melts down, reminding them to donate again and keep a candle burning for children with cancer every month. Bringing our community together for a good cause is the least we could do as a leading mobile and data operator in Lebanon. هي يعني عن جد فكرة كتير حلوة ورائعة. بعدين الحلو انه دايما بتصعبوها على الناس، يعني كل شخص مش عيب الواحد يعمل تبرع، ان شاء الله بدولار واحد ان شاء الله بقد ما بده. صحيح، على كل شخص بيقدر يساعد ويعمل فرق على قد قدرته. وبهاي الابليكيشن مثل ما شفنا بتبلش من دولار لعشرين دولار شهريا. وفكرة كتير هينة، يعني اليوم عبر التليفون بيقدر واحد مجرد ما انه نزل هاي الاب يكون عم يتبرع بطريقة شهرية. ويكون يعني إلا مثل ما قلت إلى معنيين، معنى إنه هو عم بيصلي لهم لهالولاد وعم يدعي لهم بهالشمعة إنه عم بيدور لهم إياها، وبنفس الوقت عم يتبرع طبعاً بشكل شهري للأطفال. أكيد، والحلو إنه كل شهر، يعني حتى هون تساؤلات عن الناس، كل شهر بيجيك ريمايندر إنه خلصت، شمعة رح تنطفي. مزبوط، فيك ترجع تتبرعي، فيك إذا بدك ما تتبرع. صحيح، يعني مش إنه مجرد ما نزلنا هيدا الأبلكيشن إنه خلص صرنا مجبورين كل شهر نتبرع. كيف طرق التبرع؟ يعني هي بس نقدر كيف الطريقه؟ نحن نزلنا الابلكيشن اخترنا بدنا نبرع بدولار ب 10 دولار. صحيح، هو بتبين على الابلكيشن مجرد ما انه نزلناها بننقي المبلغ اللي بدنا اياه، ان كان دولار او 5 او 10 او 20 دولار. خي كثير منيح، انا بدي اشكركم على هيدي الفكره، على امل كل المشاهدين اللي عم بتابعونا نزلوا هيدي الابلكيشن تاتش ويتختاروا لايت كاندل ويتبرعوا بطرق الخاصه. مثل ما قلنا طرق التبرع كثير لارا، دائما بتفكروا بافكار جديده مثل ما شفنا. صحيح، كله لخدمتهم، والافضل والاحلى من هيك عشرتك بالولاد اللي موجودين بالمركز دائما بخلوكم تعطوا اكثر الاندفاع لتشتغلوا. أكيد، وتفكروا باشياء جديده. قد ايه بيكونوا مبسوطين؟ يعني انا كثير بحب بوجودكم انقل صوره الاولاد، لانه بشوفهم قد ايه بيكونوا هن مبسوطين، وامرار هن بيطلبوا، يعني هن بيكونوا عم بيقولوا نحن هيك وبدنا منكم كذا وكذا. اكيد، هو بالاخير نحن عائله واحده بمركز سرطان الاطفال، الاطفال مثل ما قلتي هن اللي بيمدونا بالامل، هن اللي كلهم امل. من هيك هن يعني لازم ياخذوا العلاج ولازم يكونوا عم بيستحقوا هاي الفرصه لحتى يخلصوا ويشفوا ان شاء الله. فالاطفال هن يعني اكيد هن بيعطونا كلياتنا هالامل وبخلونا نكمل بحياتنا اليوميه، انه نحن نسعى انه نقدر نامن لهم التبرعات اللازمه. ومثل ما قلت هن بيعرفوا كثير منيح قد ايه المركز بحاجه لتبرعات العالم، من هيك هن دائما كمان بيكونوا عم يطلبوا يمكن كمان انه ساعدوا بهالطريقه، اشتركوا باللايت كاندل، لانه هن بيعرفوا كثير منيح قد ايه المركز بحاجه للتبرعات ولدعم العالم. طبعا، وانا دائما بذكرها وبقول انه المرض كبرهم اكثر من عمرهم، صاروا اوعى، ولكن الحمد لله في امل. يعني هن عم بيشوفوا غيرهم في حالات لانه مختلفه، عم بيشوفوا غيرهم اللي كثير بوضع محرج، ولكن الحمد لله عم يرجعوا يشفوا. بدعمكم، بدعم الاشخاص المختصين بحال النفسيه كمان. أكيد، موجودين المركز بيتضمن اشخاص، تيم كتير كبير. صحيح، وواسع، فكمان هيك هي شغله مهمه كمان. اكيد، نحن يعني بنتابع حاله الطفل، حاله الاطفال وعائلتهم النفسيه، هذا الشيء اكيد بياثر على العلاج الميديكال، لانه بالاخير نحن عم نتابع الحاله النفسيه والحاله الميديكال مع بعضهم، فبيكون الولد عم يتلقى الاهتمام من كل النواحي
من المركز. هذا اهم شيء. شو فينا كمان هيك نحكي لننقل الصوره؟ يعني اليوم تعرفنا على لايت كاندل، خلينا نعطي شوي وقتهم للاولاد، نشاطات اللي بيقوموا فيها، كيف بيقضوا نهارهم؟ اكيد هن الاطفال بيجوا على المركز بيكونوا بدهم بيعملوا الفحص لحتى يشوفوا اذا فيهم ياخذوا العلاج. بهالوقت بيكون عندنا دائما مثل ما قلتي المعالجه النفسيه بتكون عم بتشوف مين من الاطفال اللي بحاجه هو او اهله انه يكون عم يتابع، وعندنا الفولنتيرز اللي نحن دائما بنتشكرهم اللي هن بيعطوا كل وقتهم للمركز. اليوم في عندنا كمان ليرنينج بروجرام، الاطفال بيكونوا عم بيتعلموا اي انسترومنت، اي ميوزيكال انسترومنت بدهم اياها، وكمان ارت ليسنز لانه هيدا نوع من الثيرابي اللي بتساعد كمان على تخطي المحنه اللي هن عم يقطعوا فيها. فبيكون بهالوقت اللي هو ناطر فيه الطفل وقت ليطلعوا الفحوصات، بيكون عم بيقضي وقته يا اما مع الفولنتيرز يا اما عم بيستكمل دراسته كمان، لانه بيكون اكيد غايب عن المدرسه بهالنهار. في عندنا كمان اشخاص مختصين بيكونوا عم بيساعدوا، هن متطوعين عم بيساعدوا الاطفال بتكمل دراستهم، لانه المركز كمان معترف فيه كمركز لتقديم الامتحانات الرسميه. فبيكونوا كمان اخر السنه عم يقدموا الامتحانات الرسميه، بنحتفل فيهم اخر السنه بالنجاح كلياتنا. يعني مثل ما قلت العائله اللي حدهم، ونحن شفنا واكيد كثير من المشاهدين شافوا بالامتحانات الرسميه وجودهم، قوتهم، قوه شخصيتهم، هذا كله بيكتسبوها من المركز. كرمال هيك دائما بنرجع بنذكر اصحاب الايادي البيضاء انه ما ينسوا، لانه عن جد في جهد كثير كبير عم بتقوموا فيه. ان كان على الاهل كمان، يعني كمان دوركم عم بيكون كبير. صحيح. غير انه نفسيا تريحوا الاهل، كمان ماديا. يعني اليوم بدنا نرجع نذكر انه كلفه منا هينه. صحيح. كل ما كثروا تبرعات باي وسيله بحبوها، كل ما هن فادوا اولاد وفادوا اهل، يعني هيدا لحاله وجع. فخلينا أكيد نكون عم نراضيهم شوي باشياء ثانيه. اكيد هو اكيد صدمه بتكون كثير كبيره على العائله كلها، وبتاثر على كل العائله. فوجود هالمركز بتامين العلاج المجاني، وهيدا اقل واجب نحن فينا نعملهم اياه لهالاطفال، بيشيل حمل اكيد عن الاهل. كرمال هيك نحن بنطلب اليوم انه كل العالم تساعد باي طريقه بتقدر عليها. فيهم انا اي ويل شير الويب سايت تبعنا اللي فيه واحد يدخل على الويب سايت ويشوف عده طرق في ساعد فيها. www.cccl.org.lb. وفي كمان يتصلوا على ارقام التليفونات اللي هي 01 او 70 35 15 15. بيقدروا بيسالونا عن اي طريقه بدهم، وفينا نحن اكيد نكون عم نساعدهم. طبعا يعني نحن بنطلب من كل اصحاب الايادي البيضاء يفوتوا على www.cccl.org.lb. بيقدروا يعرفوا كل طرق التبرع اللي بيقدروا هن وراحتهم يعملوها. ولانه اليوم خصصنا هيدي الفقره لللايت كاندل، بتمنى انه كل شخص فينا يولع الشمعه مثل خلينا نقول، لحتى ويضلوا شايفين على تليفونهم، لانه هيدي كمان حركه حلوه. نحن مش ناسينكم، نحن دائما مذكرينكم. وحبيت فكره انه هن شمعه بحد ذاتها، ولازم تضلها منوره. صحيح. وتنور طريقه، وحتى تنور بهيدي الحياه وتكمل علمها ومستقبلها مثل اي ولد اخر. صحيح. لارا عن جد بدي هنيكم على كل الافكار. شكرا. تحية كتير كبيرة لكل شخص بيدعم وبيتبرع وبيساعد بكلمة بمصاري حتى نفسيا. أكيد. لمركز سرطان الأطفال مشكورين سلف. بدي أشكرك، بتحبي تقولي كلمة أخيرة لكل الناس عم تابعونا؟ أكيد أنا بدي أتشكرك وبدي أتشكر كل الناس. نعم. لأنه نحن لولا دعمهم دعم كل العالم. نعم. كل المجتمع ما فينا نقوم بمهمتنا. فاليوم خلوا مركز سرطان الأطفال وأطفال المركز بقلبكم. وكل واحد فيه ساعد ويعمل فرق على قد قدرته. طبعا اكيد انا بدي اشكرك، واهلا وسهلا فيك معنا دائما. اهلا وسهلا مشاهدينا، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، على امل تكونوا استمتعتوا بكل فقراتنا وضيوفنا المميزين. بدي اذكركم انه دائما فيكم تتابعوا كل حلقاتنا عبر www.nbn.com.lb. انا بدي اودعكم، لاقوني دائما بنفس الموعد، الى اللقاء.